السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بألف خير. كنرحب بالجميع في القناه ديالي، قناه خياطه وابداع ام سهيل. اليوم غنقدم لكم في هذا الفيديو، غنقدم لكم كسوه مزينه بالورود. غنوريكم الطريقه ديال الخياطه ديال الورود وكيفاش نفصل هذه الكسوه. هاد الثوب خديت فيه 3 متر، هاد الثوب ديال المبره خديت فيه 3 متر، غنطوي على جوج. ونحاول مع الثوم، هاد الثوم ديال المبرة كيبقى شويه كيبغي الخاطر شويه باش تقاديه. نقادو الثوم ونرجع لكم ان شاء الله. قادي الثوب، قديتو على 4، هاهويا قديتو. بما انه هو صعيب شويه الثوب ديال البرش، صعيب شويه، خصك تبقاي تعطيه الخاطر ديالك حتى تقاديه. غناخد هنايا في الكتاف، غناخد 20 سنتيمتر، عندي في الكتاف 40 قسم على جوج 20 زائد سنتيم هي 21. غنحط 21 هنا، نهبط هنايا بربعة، ناخد هنايا دورة العنق 7، هنايا غنديرو هنايا 20، غنهبطو من هنا ب20. ونديرو هنايا 20، عاد ناخذ دورة الصدر، هاهي غناخد هنا 29، هنايا هاد 20 اللي هبطنا بها من هنا لهنا قسموها على جوج، غتعطينا 10. غنعلم واحد العلامة، هاد العلامة غندخلو بها، ندخلو بجوج سنتيمتر، هاهي هاد جوج سنتيمتر غندخلو بها هنايا باش ما تعطيناش، باش ما تعطيناش الثوب يتجمع في الصدر. هنايا غنهبط ب 17 سنتيمتر، غندير دورة الحزام. هنا عندي 29، غنقص جوج سنتيمتر، يعني هنايا غتكون 27. غناخد الطول ديالي، الطول ديالي كل وحدة والطول ديالي اللي غادا تاخد، غادي نخدي حتى هنايا الطول ديالي ونزيد عليه جوج سنتيمتر. هنايا انا درت في هاد الايفازي عندي، هاهي غندير درت 60، درت 60، غناخد من هنا 30 وهنايا نطلع ب 10 سنتيمتر ونميلها من الوسط، نميلها غنقطعو ونرجع ليكم. هاني البنات، هنايا هاني قطعتهم ها كيما قلت لكم، هاني قطعت من هنايا، يعني قطعتو كامل. غنحيد الظهر، نخلي الامام، نحيد غير الظهر ونخلي الامام. هذا الامام غندير ليها في، غنهبط هنايا ب 12 سنتيمتر، ونقطع وندوزو للكمين. الثوب اللي بقى من هنايا هو اللي غنديرو فيه الكمين،
النق الطول ديالي ديالكم عندي 59 ونزيد 2 سنتيمتر، 59 هي 61، وغنخلي واحد سنتيمتر من هنا، يعني هاد يعني الا خديت العبار من هنا يعني عندي 59 زائد 2 واحد سنتيم هي 62. ناخذ هنايا عندي في هنايا 26، نهبط من هنايا 14، ندير هنايا 26، غنطراسيها هاد 26، ناخذ المنتصف ديالها هو 13، 26 ناخذ المنتصف ديالها هو 13، هاد 13 غنقسموها حتى هي على جوج، يعني عندي 6.5، هاد 6.5 نطلعو بسنتيم ونص، يعني غتجي بحالك سنتيم، نبدل العقري يمكن ما تيبانش، غنطلع من هنايا بسنتيم حتى المنتصف، هاد اللي بقى هاد 13 اللي بقات نقسمها على جوج يعني تاهي 6.5، غنهبط بسنتيم ونص، يعني غنطلع من هنا ونجي حتى المنتصف ونهبط من هنا ونطلع. ها هو الدوره ديال التركيز. هنايا بغيت انا لكم يكون مضيق شويه، غندير فيه 13، ناخذ من هنا لهنا، نقدر ندخل واحد شويه هنايا باش ما يجينيش غادي نيشان، غنبقى شويه هنا ونقطعو. البنات هذه هي الكسوة اللي فصلت انا وياكم، دابا انا زينتها بهاد الورود هامايا، ان شاء الله في فيديو الجاي ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال كيفاش تصوبوهم. انا هنايا كناخذهم هاهم مصوباهم هنايا، غير كتاخدي هكا سديري هذا هكا، انت الالوان اللي كيناسبوك وعلى شكل، انا وريتك نوريك الطريقه ان شاء الله ديال التصاويب ديالهم، وغتحطيهم على الشكل اللي انت على الذوق ديالك، كل وحده اللي بغات تحطهم مثلا هنا في الصدر، بغات تحطهم هكا على الصدر ديالها بالعرض اللي بغات ديرهم، انا المهم انا غادا نديرهم هكا في الطول، غنوريكم الطريقه كيفاش غديري بحال هكا، تحطي وحده هنا كشكل عشوائي على شكل ورده، كانك غتصاوبي ورده، ديري هذا هكا وتشدي هذه مثلا تحطيها بحال هكا، ديريها هكا وتحطيها في البلاصه اللي انت باغا تشديها بالفنيته، تبتيها بالفنيته باش من تجي تخيطيها تجيك ساهله. هاهي وريتكم الاولى كيفاش تصوبناها، الثانيه مثلا الثانيه تاهي ها انت كتاخدي وحده، ونوريكم كيفاش تجاوب بحال هكا يا موجين، غنوريكم الطريقه ديال التصاويب ديالهم، كتحطي مثلا هذا في اللون، تقدري ديري الورده بهذا اللون وتحطي هذه هي هنايا، وتقدري ديري العكس، انا ها انت هكا ديري لهم بحال هكا، تحطي هذه ثاني في الشكل هكا، تحطي مثلا هذا هكا بحال كيجو فاوتين من هنا مكيجوش قد قد، ديري لها هادي هوك وهادي طويها على ربعة، طوي على جوج وطوي على ربعة وتحطي هكا، والعدد كيما كترتي العدد كيما تجي زوينة الوردة، كيما كترتي العدد إلا كتجي زوينة عاطية الفوليم ديالها، كتديري لها هكا وتحطي على الشكل اللي بغيتي انتي. شديها بالفنيته، تبتيها بالفنيته باش تجيك ساهله في الخياطه، ومصاوبه واحد العريشات ها هما تهما، هاد العريشات غنديرو ليهم بحال هكا هكا هما غنثبتهم بالخياطه، ها هو عرش اخر تهما، غنوريكم الطريقه كيفاش غتصاوبيهم، ها
كل وريده ندير لها جوج عريشات ديالها. هنايا ثاني ها هي الاخرى غنوريها لكم حتى هي هانتي ها الشكل. ديري هذا هوك، ديري هانتي، ديري هادي هوك، ديري هادي هوك. تقدري طوي تاني هادي، طويها على جوج وديري لها هكا، طوي هادي على جوج شهية وديري لها هكا. انتي غادا تعودي هاديك الساعة تفني كيفاش تلصقيهم. وهاد الفوقانية طويها على جوج وطوي على ربعة وتحطيها حتى هي هنا. دائما تثبتي بالفنيته، تثبتي بالفنيته باش غادي باش تتحكمي فيها. وديري ثاني العريشات، تنبتي ثاني ديري عريشات من هنايا، عريش من هنا وعريش من هنا. تقدري تزينيهم بهاد الشوشات، حتى هما غنوريكم الطريقه كيفاش صوبناها. هاد الشوشات حتى هي صوبناها، تقدري ديري الشوشات تحت من شوشه بحال هكا، تقدري ما ديريهمش وديري غير هكا. وغنديروا لهم واحد الحجيره هنا لي زيستراس هنايا، هنايا ديريهم. تقدري انت على حساب الذوق، على حساب الابتكار. المهم الوريدات هكا تنديروا لهم على حساب، اما ديريهم هكا، اما ديريهم في العرض، اما ديريهم في دايرين بالثوق، على حساب انتيا وداكشي اللي بغيتي في خاطرك. المهم الطريقه ديال الورود ان شاء الله في فيديو جاي غنوريكم كيفاش صوبنا هاد الورود. المهم طريقه التركيب ديالهم، ها هما وريتكم البيجامه كيفاش تفصلات. هذه ها هي كيفاش غنديروا لهم هنايا حجيرات، غناخذ لهم حجيرات ديال لي زيستراس غنديرهم هنا. هاد العريش، هاد العريشه حتى هما تقدري ديري داك الخيط ديال لي زيستراس تحطيه هنا فوق منهم على حساب الشكل ديال اللي بغيتي. انا نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالهم. ها الطريقه، نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالهم. ها هما الدوزي من تحت تحاولي الفنيته ديريها الفنيته تكون في العرض ديال الصباغ باش ما تهرسش الكبره. الا جات هكا غتهرس الابره، الفنيته ها هي غتكون هكا. غندوزو عليهم كاملين، غندوز عليهم بالماكينه هنا، غندوز عليهم من هنا، ندوز عليهم من هنا. غندوزو العريشات كيفاش غادي هاد العريشات نفس الطريقه. شدوهم بالفناتي، نتوما الا جاوكم صعاب شدوهم بالفناتي. المهم انا نشدو من هنا بالفنيته باش غادي نوريكم الطريقه. هاي كيفاش غادي نجي البنات. هي غادا تجي بحال هكا،
غيجو جوج جوج جوج، تقدري تاني ديري جوج هكا وتجي وحده هنا وحده هنا على حساب. بغيت تاني ديري هنايا وريضه بحال هذه، ديري وحده صغيره هنايا ديريها. المهم انا نوريكم الطريقه كيفاش خيطي هذه. تخيطو تتسالي ونقيهو من هنا. هاي كيفاش غادا تجي؟ كتجي بحال هكا، كتجي بحال هكا عندها، كتجي هكا. تقدري هنايا ديري فيها العقيق، دور ثلاثة العقيقات، تقدري فيها ديري لي زيستراسات، تقدري ديري داك الخيط ديال لي زيستراس ديريه هنا وتسمي غادا معاه من هنا كلهم على حساب. المهم هنايا غندير واحد الحجيرة وانا نوريها لكم كيفاش غندير ليها، وهكا تنكملو الموديل. المهم ها هما البنات، على جوج نطوي هكا على جوج هاهو، ونعلم الوز ديالو. اول وز ديالو الوسط غنديري عريش هكا وعريش هكا نحط لي عريش هكا عريش هكا الوسط، نطوي هذه على جوج، نطويها هكا، نحطها فوق منهم، وهذا نطويها على هكا، نشدها هكا بالفنيته، وغندوز عليها الخياطة. البنات البيجامه انا كملتها في الخياطه بعدا، باقي ما كملتش ليها الحجر ديالها. ملي غندير لها الحجر ان شاء الله غادي نوريها لكم. الشيء الوريضات كي كيعودوا بحال اللي فتحه الوريضه اللي قلت لكم، هاي كتعود بحال اللي فتحه. هاي كملتها البنات في الخياطه كلها، يعني درت لها التكفيفه من هنا وصوبت لها الثوق. ها هما الكميمات اللي قلت لكم، ان شاء الله ملي غندير ليها الحجر
غدا نوريكم الطريقه كيفاش تركبوا ليها الحجر. نتمنى تكون عجباتكم. ها هي البنات، ملي غنكمل لها الحجر والتزيين ديالها غادي نوريها لكم ان شاء الله، ونتمنى نكون فدتكم، وغادي ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها انتم البنات، ها هي لصقت لي هاد الحجيرات، ها هما هي شي الشكل ديالها، انت جا بحال لي شكل وريضه وجات رائعه البنات والله العظيم. في اللبس اللي جات واعره وجات زوينه، نتمنى تجربوا هذا الموديل، جا زوين زوين زوين، يعني الا قلت لكم زوين جا زوين. انا بعدا من لبست عجبتني بزاف، انا صوب سانيت لي هاد الكسوه صوب ساليه، ونتمنى تجربوها وما تنساوش الضغط على لايك وزر الاشتراك باش يوصلكم الجديد.